توحيد الألوهية يسمى توحيد العبادة، لأنه إفراد الله تعالى بأفعال عباده، وهو العلم بالاعتراف بأن الله وحده ذو الألوهية والعبودية على الخلق أجمعين، أي أنه الإله الحق المعبود بالحق الذي لا تنبغي العبادة إلا له سبحانه وتعالى، ولا يستحقها أحد سواه. وتحقيق ذلك إخلاص العبادات كلها لله، وهو من نيات القلوب وأقوال الألسن وأعمال الجوارح، بحيث تؤدى هذه الأمور على وفق الشرع الخالصة لله تعالى. ومقصود بذلك وجهه تعالى تحقيقا لطاعته وطلبا للزلفى لديه، رغبة في ثوابه وحذرا من عقابه.